تعرفوا يا جماعة، أنا أحسن شغلة أكرمني فيها ربي إنه بعت لي ابني مسعود وقدرني حتى ربيه على فعل الخير وحب الناس. ونعم التربية والله. بالفعل مسعود الله يحرسه ويخليه لك يا بيرفع الراس، وما في زلمة بهالحارة إلا وبيتمنى يكون عنده ولد مثله. وأهم شغلة فيه إنه شهم وزقرد وقبضاي وبينحش حاله على فعل الخير لحش. لك إيه لك قليلة؟ رقدته معنا لما نقلنا من بيت لبيت. إيه عدم المؤاخذة يا جماعة، العتالين تعبوا من زق الغراض وهو ما تعب. ما بيتعب ابني، مستحيل يتعب. مظبوط. إيه الله وكيلكم لما حمل الصوفية الكبيرة ولحشة هيك على ظهره ورقد على هالدرج. إيه أنا كمشت قلبي بإيدي، خفت ينبق له شي قر أو ينزل له شفتاء من حمل الصوفية. لسه ما شفته شي وبيحمل صوفية تاني فوق. يا لطيف تلطف، شو ها؟ الله شو ها؟ الله يجيرنا يا رب. الماضية لما عصيت رجل بنتي الصغيرة تحت طنبر المازوت؟ بلا ذكرت يوم يلي وقع منها سنسال الذهب ونزلت تسحبه من تحت الطنبر. اي والله اي والله، ابنك مسعود الله يخلي لك يا لوحده لوحده سحب البنت من تحت الطنبر مثل ما بتسحب الشعرة من العجين. اي الله يخلي لك هالولد، شو بطل. اي والله اي والله. عمي مسعود، عمي مسعود. خير سعيد، شباب اخذوا مسعود بحالة اسعاف على المستشفى. ابني مسعود الله يجيرنا يا رب. خير؟ لك احكي بسرعة، شو بو مسعود؟ هادي يا سيدي، كنا ماشيين انا ومسعود بالحارة، ولما وصلنا قدام بيت ست انشراح قام مسعود شم ريحة غاز طالعة من بيت ست انشراح، واكيد نط على البيت لانه بيعرف انه ما في حدا بالبيت. هذا اللي صار، فات على البيت من الشباك وسكر قنينة الغاز، ولما رجع بده ينزل من على ماسوت المي وقع وانكسرت رجله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وينه هلأ؟ أبانه مستشفى؟ عمي أم مسعود، أنت روح على البيت وطمن خالي أم مسعود، لأنه لما قلت لها داخلت ومدري شو صار له. أنا رايح على المستشفى وبحكيكم من هنيك تليفونات، ولا تخافوا بسيطة إن شاء الله. أمنت بالله على هالنهاية؟ لك شو ها؟ بالإذن يا جماعة. طول بالك، مع السلامة. لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله. مسكين يا مسعود، ما بيستاهل والله. شفت؟ شفت هالشب شو شهم وقبضاي؟ الله يسلمه. شو سعيد؟ طمني، اوعى يكون الولد انعطب وعم تخبي علينا. ها نعم. اي منيح، الله يطمنك. عم يقول الشغله بسيطه. لك ايش بنا مسعود؟ والله انا ما رحت على المستشفى مشانك والله. الف الحمد لك والشكر يا رب، الف الحمد لله. طمني، يعني رجله ما صار له شيء؟ كسر صغير بس؟ كسر صغير؟ منيح اللي اجت هيك، الحمد لله يا رب والف الحمد لله. سعيد طمني دخيلك، طمني على صابونة رجله. صابونة رجله اوعى تكون صحتت من مكانها. ما صحطيت؟ منيح، الله يطمنك. اعطيني اياه خليني احكي معه. عم يجبروا له رجله؟ طيب امتى نحن ممكن نجي؟ ساعة زمان؟ ايه ماشي الحال، خبرنا كل شوي والتانية الله يرضى عليك. ايه مشان نطمن يعني انا وامه. الله معك. عم يقول سعيد ما في داعي لروحتنا على المستشفى هلا. شلون ما في داعي؟ شلون ما في داعي نروح هلا؟ انا هلا بدي اروح لعند ابني على المستشفى، معقولة يا ضل قاعدة هون وابني بالمستشفى؟ لك طولي بالك هلا يا ام مسعود، طولي بالك شوي، لو رحنا هلا ما راح نستفيد شيء، لانه مسعود بغرفة العمليات ووقت بيطلع بخبرنا سعيد. وشو الله جابرنا لحتى نستنى هون نحنا؟ بس لحتى نطمن أهل الحارة، هلأ بيكون انتشر الخبر بالحارة كلها ونشغل بال الكل عليه. مسعود هلأ قبضاي الحارة وزقرتي تبعها، هو البطل وسلامته بتهم الكل يا أم مسعود. الله يصلحه ويهدي، شو إنه طايش ومتهور. إيه أبو سعيد، ما لازم نروح نسأل عن مسعود؟ طبعاً لازم نروح.
لك هذا ابن الحارة البار وبطلها، لازم نطمن عليه. قوم لك هلا نوصل لبيت ابو مسعود ونشوف شو صار معه. روح انت سبقني لهني وخبرني بالتليفون شو بيصير معك. انا قاعد عم بستنى ابني مسعود بده يخبرني من المستشفى وبدي اطمن. وهو كذلك بالاذن. مع السلامه. ايه سعيد الله يرضى عليك، رجع خبرني شو بصير معكم. يرضى عليك الهي، الله معك. طمني الله يخليك، شو الاخبار؟ عم يقول سعيد ما في داعي نروح على المستشفى، بعد ساعة زمان بخرجوه. ورجله جبروا له اياها؟ ايه مشي حالها، يعني جبروها. ولي على قامتي ان شاء الله. يعني كان ضروري ابني يطلع على المازورة؟ مين تشب فيه بالحارة؟ ما التقى غيره يطلع هالطلعة هي؟ لا يا ام مسعود لا، لا تحكي الحكي قدامي، لا تحكي، الله يرضى عليكي. صحيح في 100 شب بالحارة، بس شباب الحارة كلياتها كوم، وابننا مسعود كوم. ابننا شهم الحارة وبطلها، ومو معقولة ابدا يستنى غيره ليطلع على بيت انشراح وهو يضل واقف عم يتفرج. اخ من طول عمره هالولد كثير غلبة. لا تقولي عنه كثير غلبة يا ام مسعود، هذا بطل شجاع ما بيهاب من شي، وانتي لازم تفتخري فيه. ليش؟ لانه انتي امه، انتي ام البطل. اهلين رانيا. فوتي لك خير، شغلتي لي بالي، ليش بعتي لي خبر؟ دخيلك يا رانيا، قلبي عم يفور ويغلي، بدي اخذ منك الخبر اليقين. خير شوفي، صحيح انه مسعود بالمستشفى؟ ايه بالمستشفى، بس ما في شي، يعني كسر بسيط برجله. خي هلا ارتحت. تفضل. ها جزان، انت عرفانه عن شو عم تحكي؟ عن شو عم بحكي؟ مسعود هذا اللي مشغول بالك عليه، ما صار لك شهرين فسخه خطبتك عنه. ايه واذا هلا لا تجننيني، لك ليكون لساتك معلقه فيه. هلا اذا كنت فاسخه الخطبه انا وياه، يعني ما بيحق لي اني اقلع عليه؟ بصراحه انا ما عدت افهم عليكي ابدا. كوني فسخت الخطبه انا وياه هذا ما بيمنع ابدا اني اكون معجبه ببعض جوانب من شخصيته. ها هو شو هالجوانب هي؟ انه شهم وشجاع، وهالميزه هي صارت نادره بشباب هالايام. ها قلتيلي، ليش انت ما بتعرفي شلون تعرفنا انا ومسعود على بعض؟ هاتي لشوف ذكريني. يا ستي كنت الصبح رايحه على الجامعه، واقفه عم بستنى الباص، اما مرق سعيد هذا الغليظ ابنه لابو سعيد، عرفتي؟ ايه عرفته. ايوه وبلش يخفف دم ويتغالظ علي، وانه كان يحل عني عبس. وما كان في حدا جنبي؟ لك لا كنت لحالي، الدنيا الصبح بكير وما في الدومري. وبعدين شو صار؟ لأجل الحظ كان مارق مسعود، قام شافه لسعيد وهجم لك عليه هديك الهجمة، وعلق فيه ضربه على وين يوجعك، وصار يقول له مو عيب عليك تتحركش ببنت من بنات حارتنا؟ وعلقت لك بيناتهم هديك العلقة، مسعود يضرب وسعيد يصرخ، هداك يضربه وسعيد يصرخ، قمت أنا شو خفت عليه للشب وتصرت أترجع لمسعود إنه يتركه. وتركه أخيرا؟ تركه، بس بعد شو؟ بعد ما علمه درس مرتب بحياته ما رح ينسى، وهذا كان أول لقاء بيناتنا. ايه بس على علمي سعيد ومسعود من اعز الاصحاب. ايه بجوز صاروا اصحاب بعدين، لانه مثل ما بيقول لك المثل لا تاخذ صاحب الا من بعد قتله. ايه بس يا خوفي يكون مسعود هو اللي بعته لسعيد ليعمل هيك هالتمثيليه قدامك. معقوله؟ بقى مثل ما بتعرف يا ابو سعيد انا كنت معلم مدرسه وبعرفه منيح لمسعود. صحيح هو بليد وخرطبيل وذهنه سميك، بس الشهادة لله كان جريء وموار. اي نعم واضح هالشي واضح. وبتعرف مدرستنا قديش مهرهرة وعتيقة، والجرادين والفيران عم تسرح وتمرح بكل رياحة. صحيح على طول الولاد عم يشتكوا من هالشي. ايه والله. المهم يا ابو سعيد، كنا مرة مجتمعين بغرفة الأساتذة ومسكرين علينا الباب، وفجأة ما نقينا لك إلا جردون كبير قد دجاجة عم يفعي فعي برجلينا. نطينا دغري أنا والأساتذة والمدير ونائب المدير وأمين السر على الكراسي، وبلشنا نصرخ ونولول نصرخ ونولول. معكم حق والله، شي برحيب، والجردون بيحمل مرض الطاعون يا لطيف. وإنه كان في حدا يسترجي ينزل ويقتل الجردون؟ عبس لا تتعب، ما في حدا بنوب. وضلينا واقفين على الكراسي لحتى وصل الخبر لمسعود. وأكيد مسعود ما كذب خبر. يا سيدي هذا اللي صار، ترك كل شيء من ايده وركض لعنا على الغرفه، وتناول لك مسطره المدير الغليظه وسلخ الجردون فرد ضربي على راسه وجاب اجله. ونزلتوا بعدين على الكراسي؟ ايه نزلنا وتشكرنا مسعود وقال له المدير اطلب واتمنى، لازم نكافئك على شجاعتك واقدامك. ايه وشو طلب؟
طلب يسلم مجلة الحائط مع انه ما بيعرف الخمسة من الطمسة. المهم سلمنا المجلة وظل يخربش فيها سنة كاملة. يا سيدي فظيع المسعود، كل يوم عم بسمع عنه قصة جديدة. يا ريت في عنا بهالحارة شي عشرة مثل حكايته. بالفعل يا أبو سعيد كنا بألف خير من الله. بتعرف أبو سعيد أنا عم فكر نعمل له لمة لمسعود، يعني هلأ أكيد لازمه مصاري بالمستشفى. إيه والله جبتها يا أستاذ، مثل ما عم يوقف مسعود مع أهل الحارة بالشدائد والملمات لازم أهل الحارة يردوا له شوي من جمايله بهيك ظروف. جبتها، يلا سيدي. يا عيني عليك يا أبو سعيد، تفضل. يلا يلا اخي ابو مسعود، انا بدك تسمح لي. بكير لسه ابو شاكر، المسا برجع بالطمان. الحمد لله على سلامته لهالبطل. الله يسلمك ويخلي لنا اياك. لا تنسى اول ما بيرجع مسعود من المستشفى بتتصل فيني. ها ايه اكيد، ولو يا اهلين وسهلين ابو شاكر. يلا السلام عليكم. الله معك حبيبي، الله معك حبيب القلب. صاحب نخوة هلأ أبو شاكر. لو كان صاحب نخوة ما كان خلى مسعود يتعربش على الماسورة. وليش بقى؟ لأنه بيته بلزق بيت انشراح وعنده ثلاث شباب كل واحد قد العضاضة. ليش ما خلى واحد من بيناتهم يساعد مسعود أو يطلع بداله على الماسورة؟ مسعود ما بيحب حدا يسبقه على فعل الخير. ليش؟ لأنه شهم، ابنك شهم، فهمتي؟ الشهامة ماشية بدمه. اهلين وسهلين ست انشراح. الله يسلمك. تفضلي تفضلي. كيفكن يا جماعه؟ من الله بألف خير. تفضلي تفضلي. خير؟ شو هالحكي يلي سمعته؟ كله مشان بيتك. لا يا ام مسعود، ما حدا ضربه على ايده وقال له نط على بيت المخلوقه. ما حدا قال له نط. مشان بيتي؟ ليش شو صاير ببيتي؟ يا ستي القصه وما فيها، ابننا مسعود كان مارق من حد بيتكم بالصدفة، قام شم ريحة غاز طالعة من البيت، دق باب البيت ما حدا رد. قام المسكين توسوس، لعبة الفارة بيعبه، قال لحاله أكيد جماعة جوات البيت شامين ريحة غاز وأبصر شو صاير لهون. الفارة لعبت بيعبه، حاول يكسر الباب ما انكسر معه. لعبة الفارة بيعبه، ما لقى قدامه طريقة غير إنه يتعربش على الماسورة وينزل على البيت. ولحسن الحظ ما لقى حدا بالبيت، قام سكر أنينة الغاز وفتح الشبابيك ليتهوى البيت. الفار بيلعب بالعب، بس من سوء حظه وهو نازل من على الماسورة انكسرت ووقع على الأرض وصار اللي صار. ايه انتو التانيات كنتوا صلحوا الماسورة يا ست انشراح. الله يصلح، الله يصلحكم. بس أنا الغاز خالص عندي. هلأ خلصتي الغاز كمان؟ ايه لولا ابني مسعود كان بيتك راح بخبر كان. يعني شرارة شرارة ممكن تحرقه. صدقيني يا خالي، من وقت ما رحت لعند أهلي من ثلاثة أيام والغاز خالص. بالعلامة لما فضيت أنينة الغاز حطيتها على البلكون. يلا حصل خير، المهم سلامة مسعود. الله ستر، الله كبير بعد اسمه، يسلم لي هالرب. يعطيك العافية. أهلين وسهلين. مرحبا عمو. أهلا وسهلا. خير؟ شوفي شو القصة؟ شو وينه مسعود؟ مين الست انشراح مظلومة؟ أنا. تفضلي معنا على المخفر، عاوزينك شوي. سألنا عنك بالبيت ما لقيناكي.
وشو اخذني على المخفر انا؟ شو القصه يا اخي؟ هلا بتعرفي كل شيء من رئيس المخفر، راح انتظرك برا بالسياره. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. لك سعيد طمني، شو الموضوع؟ شو الاخبار؟ وين مسعود؟ مو على اساس بدك تجي انت وياه؟ والله ما لي افهمني بدي ابدا عمي ابو مسعود. اخي انت من الاول، من الاول ابدا فهمني شو في. مشان الله احكي شو في، سيب تركبي احكي. هذا لما كان ممرض عم يضم جرحه لمسعود، لقى بجراباته ثلاث خواتم ذهب واسواره مبرومه. ثلاث خواتم واسواره؟ قام الممرض شك بالموضوع واتصل بالشرطه. ايه الشرطه لما حققت مع مسعود اعترف انه كان سارقهم من بيت الست انشراح. شهم والله انا كان قلبي شاككني والله. فعلا فعلا انا طلعت ام البطل.